نرجع تاني للأهلي. تعالوا نروح نشوف تصريحات من لعيبة النادي الأهلي بعد ما فازوا على الاتحاد، تصريحات حلوة قوي، نشوف ونرجع نكمل كلامنا. مقابلة كبيرة مع فريق يملك من النجوم عدد كبير، لكن يلعب زاد فريق كبير اسمه النادي الأهلي، أكبر نادي في أفريقيا. النادي عنده من الخبرات اللي لازم يكون موجود في المسابقات الكبيرة كما كأس العالم الأندية. الحمد لله طولة الأسبوع كامل حضرنا المقابلة متاعنا كما يلزم، عرفنا نقاط قوة فريق الاتحاد ونقاط الضعف متاعه، لعبنا على نقاط الضعف متاعه. الحمد لله توفقنا، سجلنا أهداف كنا ممكن نسجلوا أكثر، لكن الحمد لله انتصار يخلينا نحضر إن شاء الله مقابلة السيمي فاينل في أجواء ممتازة. إن شاء الله السنة هذه نكون نعديه إن شاء الله النص النهائي. أكيد عندنا إن شاء الله الوقت الكافي باش نحضروا المقابلة نتاعنا باش نشوفوا المنافس. نفرحوا اليوم إن شاء الله، ومن غدوة نبداو نحضروا المقابلة نتاعنا نتاع النص النهائي. نعرفوا إنه مش تكون مقابلة كبيرة تستنى فينا مع فريق برازيلي، لكن إن شاء الله الروح اللي كانت موجودة اليوم تكون موجودة المقابلة الثانية إن شاء الله. أنت بتلعب في كأس العالم، 7 فرق الموجودين كلهم أبطال، كل واحد بطل، يعني النادي الاتحاد بطل الدوري السعودي، إحنا أبطال أفريقيا، كل الفرق الموجودة 7 أبطال، فما فيش حاجة اسمها فريق ضعيف وفريق قوي، لا خالص بالعكس، إحنا قدرنا نحترم النادي الاتحاد النهاردة زي ما هم كانوا محترمنا، فعشان كده قدرنا ربنا يكرمنا وإحنا قدرنا إن إحنا نتفوق عليهم النهاردة. بحمد ربنا بشكر فضله النهاردة على المكسب والأداء واللعيبة الرجالة، كلهم كانوا روح واحدة وعلى قد المسؤولية. طبعا فريق الاتحاد فريق محترم وفريق قوي، احنا نزلنا من اول ما جينا اصلا مركزين معاهم واشتغلنا في الملعب على النقط القوه بتاعتهم ونقط الضعف وعرفناها وذاكرناها كويس. الحمد لله طبعا كان ربنا كريم النهارده وقدر يوفقنا وطلعنا بفوز كويس محترم يليق بالنادي الاهلي وجماهيره. طبعا طبعا فريق محترم، طبعا هنقف خلاص احنا هنفرح النهارده وهننبسط كل حاجه، بس هنقفل من اول بكره نبدا نشتغل على الماتش اللي جاي باذن الله، ونقدر نعمل حاجه باذن الله نركز فيها الماتش الجاي نقدر نصعد بيها النهائي ان شاء الله. دي تصريحات لعيبه النادي الاهلي بعد الانتصار الكبير بثلاثيه مقابل هدف واحد على الاتحاد، اتحاد جده السعودي. نشوف تصريحات لاعبي الاتحاد بعد المباراه ونرجع نكمل. كان يمدينا الفوز، اتوقع جانا بلنتي اخر الدقائق، ممكن في الشوط الاول ممكن تغير مجرى المباراه بالكامل، ما انكتب. الاهلي طلع بشكل افضل من نفذ المباراه، لكن نعتذر من جمهورنا، نعتذر من الجهاز الإداري، ونعتذر من الشعب السعودي. نقول إن شاء الله البطولات الجاية نقدم الأفضل وأفضل. الحمد لله هذا لك أنا، كان ودنا اليوم نفوز لكن ما كتبت لنا اليوم المباراة. الحمد لله هذه كرة القدم لازم تقبل خسارة زي ما تفرح بالفوز تقبل خسارة. ممكن ظروف شوي ما خدمتنا، كان بلنتي وضاع، هذه حال كرة القدم. جاهم بلنتي وسجلوا توفقوا. اليوم وبيوم في ميك ا تشينج ان ذا تيم اي ثينك باما سعود. لقد احدث احمد باما سعود فارقا كبيرا في الفريق عندما دخل كبديل في الشوط الثاني. اعتقد ان باما سعود دخل المباراه بشكل جيد حقا وضغط على احد افضل لاعبي الفريق وهو بيرسيتاو، وبعد ذلك ليس فقط بسبب كلمات مدرب الاتحاد، ولكن لاننا ادركنا اننا يجب ان نلعب على ارضنا بشكل افضل، وكان لدينا فرصة كبيرة للذهاب إلى نصف النهائي، لذلك عرفنا أنه إذا أردنا تغيير النتيجة كان علينا أن نلعب بشكل أفضل وأن نضع المزيد من القوة وأن نكون أفضل في اتخاذ القرارات عندما تكون الكرة بحوذتنا. وعلى الرغم من أنني أعتقد أن الفريق لعب بشكل أفضل ووحدة أكبر في الشوط الثاني، إلا أننا استقبلنا هدفين في وقت قصير، وبعد ذلك كان من الصعب العودة إلى المباراة. طيب دي تصريحات فابينيو، وفابينيو بيقول لك إن بيرستاو أحد أفضل لاعبي النادي الأهلي. ماشي، لعبتنا كلها جامدة جدا جدا، يعني مش بيرستاو بس،